ارتداء أكياس النايلون آخر صراعات الموضة في تايوان. شاهدوا أكياس النايلون كما لم تروها من قبل. لقد قامت فتيات من تايوان بتحميل الصور على فيسبوك لا يرتدين فيها سوى أكياس النايلون المخصصة للتسوق. هناك استخدامات عديدة لأكياس النايلون، أهمها حمل الأغراض، لكن من الأنف صاعدا يمكننا استخدامها كزي للسباحة. قامت شان زينغ البالغ 27 عاما ومالك أحد المراقص بتحميل صورة لنفسه مرتديا كيسا في الجزء العلوي من جسمه من باب المزاح والدعابة، ما لبس أن انضمت فتيات أخريات وحملن صورا لهن يرتدين أكياس النايلون من المحال التجارية كمايو للسباحة. وقد انتشرت المسحة على فيسبوك يا سادة، وأصبح لها مجموعة كما وغير بعض مستخدمي فيسبوك من صور بروفايلاتهم بالمايو الجديد. ونتساءل كم من الناس قد يستخدم أكياس النايلون كرداء، فهل ترونها فكرة جيدة؟ وهل كنتم لترتدون كيس النايلون يا أعزائي؟